السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مملكة مول فيديو كسر اسعار العبايات التركي، نازل عليها خصم 170 جنيه في العباية، يعني هتاخدي عبايتين بتمن عباية واحدة. عندهم موديلات لحد 6 اكس موجودة هناك، كل الحاجات دي تركي، خامات وموديلات بس صناعة مصري طبعا. العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم رقم للتواصل. بس قبل ما ابدا الجولة انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجولة لا على بركه الله. ازيك يا استاذ ايمن؟ النهارده كسر اسعار الحاجات التركي، كل اللي هنشوفه ده خامات تركي ان شاء الله، صح كده؟ والسعر 200 جنيه. ايه الشياكه دي؟ ده قطعتين ولا قطعه واحده؟ قطعتين ان شاء الله. ده قطعتين، حلو قوي قوي. اللي فوق ده كتان بتهيألي. اه ده كتان، كله كتان، وتحت كمان كتان. ايه الجمال ده؟ واخد معانا كلش من هنا. انا عايز اقول لكم شكله تحفه. مقاسات ده ولا مقاس واحد؟ مقاسات من 46 ل 52. 42 تلبس 2، اكبر مقاس يلبس كام يعني؟ يلبس 4 اكس. 4 اكس يعني الموديل ده لحد 4 اكس ب 200 جنيه؟ كل ده تركي يا جماعه. تمام، تسلم ايدك. ابيض واسود بس؟ طب تمام. لسه هسالك على الالوان. لا، في منه الوان كمان حلوه قوي. ده مقاساته لحد 4 اكس وعامل 200 جنيه بس. ده خصم، كان عامل كام اصلا سعره الاول؟ 340. يعني ده 200 جنيه. ابعد لنا الالوان يبانوا عن بعض كده. بصوا ده هيبقى ب 200 جنيه بدل 340 تركي. حلو قوي قوي، تسلم ايدك. في حاجه زي كده كتان برضو ده برضو 200 جنيه. المقاسات كلها لحد 4 اكس ان شاء الله، لحد 4 اكس. حلو جدا جدا. انا عايز اقول لكم شغل اللوكس هو اللي بيبقى فيه مقاسات، انما الشغل اللي هو العادي او المصري ما بيبقاش مقاسات، بيبقى وان سايز. ده من 46 ل 52، ده لحد 52 وعامله 200 جنيه برضو. تمام، تسلم ايدك. الوان متاحه منها؟ كل الوان متاحه، كل الوانها متاحه. عايز كده جبردين؟ في حاجه زي كده برضو جبردين، دي برضو سعرها 200 جنيه. 200 جنيه. كل الخامات دي تركي ان شاء الله، كل دي خامات تركي يا جماعه. تسلم ايدك، حلو قوي. وخامه طريه قوي، تمشي الاثنين، خريفي وصيفي وشتوي. حلو قوي قوي. تمام، تسلم ايدك. الوان برضو متاحه. دي كانت ب 360 جنيه، دي كانت ب 360 ودلوقتي عامله 200 جنيه. 200 جنيه برضو بدل 360. انا بقعد اقرب لكم مقاسات والوان لحد 4 اكس برضو ان شاء الله، لحد 52. لحد 52 تمام، عشان في ناس ما تعرفش المقاس بالارقام، فادينا وشها كده لحد 4 اكس. هي كلها سوسته من فوق لحد تحت زي ما انتم شايفين كده. خامه عاليه، حلو قوي. الخامات تحفه، الخامات دي كلها تركي يا حبايبي. شوفنا الموديل تاني اهو، نفس المصنع ونفس السعر 200 جنيه. ده برضه 200 جنيه، الحاجات دي كلها نزل عليها سيل 100 و150 جنيه كمان، صح كده؟ 250 جنيه. دي ب 250؟ دي كانت ب 200 جنيه. بقت ب 300، كانت ب 360 بقت ب 200 جنيه، نزل عليها 160 جنيه. دي نزل عليها 160 جنيه خصم. انا بقول لهم كل اللي معانا نازل ما لا يقل عن 100 150 160 في كل موديل، دي هتبقى ب 200 جنيه بدل 360 جنيه. حلو قوي، معاه الكابتشو بتاعها كمان من فوق. برضه الخامه الجبردين التركي يا جماعه، مش الجبردين الناشف، لا جبردين طري. حلو قوي، حلو جدا. تمام، تسلم ايدك. كل الوانها متاحه، كل الوانها متاحه. في حاجه زي كده برضه جبردين، الخامات نفس المصنع. حلو قوي قوي، ارفع لنا بس لفوق. دي برضه هتبقى ب 200 جنيه، كل دي خامات تركي وموديلات تركي، بس الصناعه هي اللي مصري يا جماعه، عشان بس ايه للعلم، مش كلها تركي. الخامات هي اللي تركي، هي والموديلات كمان الاستك بتاعها تحفه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. المكان هنا اصلا كله لوكس. تمام، دي برضو 200 جنيه، تسلم ايدك. انا عايز اقول لكم المكان هنا لوكس كله، احنا عملنا لكم منه جولات كتير، بيتي واطفال، مايوهات، عبايات سمراء، كل حاجه موجوده هنا لوكس. ايه الجمال ده؟ عامل زي الجلباب شويه. سترايك، سترايك مصنع طبعا. انا عايز اقول لكم ده اكس لارج، بصوا مقاسه حلو، الاكس اكس يعني، حلو جدا. واخد من هنا كمان طباعه كده شكلها تحفه، حلو قوي قوي. واخد من هنا برضو جبير من على الكم، شكله تحفه. ده برضو هيبقى ب 200 جنيه ان شاء الله. في الوان لحد 3 اكس ولا 4؟ 4 اكس. لحد 4 اكس، 3 اكس 4 اكس، لحد 4 اكس ب 200 جنيه، والوان متاحه منه ان شاء الله. تمام، مصنع استرايك، مصنع استرايك. دي قطعتين ولا قطعتين؟ حلو قوي. سعره كام ده برضو؟ 200 جنيه. ده برضو 200 جنيه استرايك. الخامه دي كتان حبايبي، كتان تركي، لا ومبطن من جوه، يعني دي مبطنه من جوه تبطين اهي عشان تبان معايا. دي بطانه وفيها الوان منها، واللي فوق ده يعني حلو قوي قوي. شميز، شميز، ده شميز حلو جدا. ده بصوا التطعيمه بتاعته خيش في اسود، انا بوريكم تفاصيله، حلوه جدا جدا. دي برضو الوان متاحه منها، كل الوانها. تمام، كل الوانها متاحه. ده عامل كان 300 جنيه، ده كان ب 300 جنيه ودلوقتي 200 جنيه. 200 جنيه برضو، حلو قوي. ده سي واي، تلبيس لحد 4 اكس، حلو قوي قوي. انا عايز اقول لكم لا ده سي واي، ده الخامه بتمط، الخامه بتاعته بتمط يا جماعه، بس انا مني ماسكه الكاميرا مش عارفه اوريها لكم. الخامه بتمط من السي واي دي، حلو قوي. ده ليكرا،
تمام، تسلم ايدك. ده هيبقى ب 200 جنيه برضه. الوان منه. الوان متاحه. حلو قوي. في نفس المصنع برضه بالدرس ده عامل 200 جنيه. الدرس ده برضه هيبقى ب 200 جنيه. كل اللي احنا بنشوفه ده الوان ومقاسات متاحه. انا عماله اشوف لكم الخامات يا جماعه، دي مش سي واي. يعني تشوفوها تقولي سي واي بس هي فيها ليكرا. بصوا بصوا معايا بتمط ازاي؟ اهي. حلو قوي قوي دي. تمام. في اللبس بيبقى الشياكه ده، حلو قوي، تسلم ايدك. الوان متاحه منه برضه وعامل 200 جنيه. كل الوان، اربع الوان واربع مقاسات. لحد 4 اكس. تمام. هو اللي الناس المنقبين. ايه الشياكه دي؟ ومش منقبين برضه يلبسوا، يعني منتقبات وغير منتقبات، يبقى الاسود في المنتقبات تحفه قوي قوي. في الوان منه، في اربع الوان. برضه نفس الخامه حبايبي، بصوا. الوانه كلها هنا. الكافيه الغامق والكافيه الفاتح واللون اللي مدي زيتي الجراي ده شويه. تمام. لافون حلو قوي. والكشمير. والكشمير. يعني كل موديل بنشوفه هتلاقوا كل درجات الوانه متاحه. بصوا زي اللافندر كده، مديها لافندر سيمون حاجه كده. تمام، تسلم ايدك. خمس الوان. كل ده ب 200 جنيه. انا عايزه اقول لكم الخامه دي مش سي واي. السي واي ما فيهوش ليكرا، دي خامه مديها للليكرا شويه. عايزه كده دريس الكروهات. الكارو برضو. ده برضو هيبقى سعره 200 جنيه؟ 200 جنيه ان شاء الله. ده برضو هيبقى ب 200 جنيه، مقاسات برضو متاحه منه. مقاسات والوان. بصوا لا دي سي واي بقى، دي عامله زي السي واي ما فيهاش مطه خالص. والوانه برضو متاحه حلوه قوي. ده برضو هيبقى ب 200 جنيه. تسلم ايدك. حاجه حلوه في اللبس. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ ده برضه هيبقى ب 200 جنيه. ده 200 جنيه. انا عايز اقول لكم والله العظيم تحفه تحفه وشياكه وحاجه كده. بصوا انا عجباني الخامه دي قوي وعايز اعرف اسمها ايه، لو حد يعرف يقول لي برضه في التعليقات. بصوا من ورا اصلا واخد هنا لفه حرف الاكس كده من ورا معانا الحزام. حلو قوي قوي. بصوا شكله تحفه حلو جدا. ده يبقى ب 200 جنيه. انا عايز اقول لك المقاس ده اوسع من الثاني كمان. ده 48 50 52. لحد الله، اللون اللي معاك ده حلو قوي. ايه الجمال ده؟ يمكن انا بحب بس الغوامق شويه يا جماعه، فاللون ده عاجبني جدا. ادينا وشه تاني كده. ده هيبقى ب 200 جنيه. الخامه بتاعته زي اللي بتمط كده ليكرا معاكي، وخامته حلوه قوي قوي. بصوا الشياكه، ايه الجمال ده؟ بصوا الخامه معايا اهي، لو انتم شايفين المطه فيها حلوه قوي. ده مش سي واي يا جماعه، دي خامه ثانيه خالص. بصوا حاجه زي كده برده. ده كتان برده. عامل كام ده برضو؟ عامل 200 جنيه. ده برضو هيبقى عامل 200 جنيه. ده متطعم معانا خيش كتام، متطعم بالخيش من هنا كده. ودي اللي هي اول كم كمان بومبي معايا، حلو قوي. الوان متاحه منه. الوان الوانه كلها متاحه. في رسمه ثانيه. بصوا طب ثواني اثبت لنا بقى. دي برضو هتبقى ب 200 جنيه. انا عايز اقول لكم بس الرسمه برضو مختلفه، والكم من هنا مختلف وواخده من تحت كلوش كده من تحت، حلو قوي. تمام. دي برضو 200 جنيه. تسلم ايدك. لحد 4 اكس. تمام. دي متطعمه خيش حزام وورده كده برضو. في حاجه زي كده الموديل ده جميل جدا بعد 360 200 جنيه. ده بدل 360. اثبت لنا شويه يا استاذ ايمن. دي بدل 360 هتبقى ب 200 جنيه بس. مقاسات برضو 4 اكس يا جماعه، كل المقاسات هنا 250. لحد 4 اكس. دي كتان، كتان تركي يا جماعه. دي جبردين تركي، سوري، دي جبردين تركي. تمام. معانا شداد يجسم كمان لو واخده المقاس اوسع. تمام. الوانها برضو متاحه. ايه الجمال ده؟ ده طبع ورا وقدام. حلو قوي الجبردين ده، شكله تحفه. 160 200 جنيه. حلو قوي. دي بدل 360 هتبقى ب 200 جنيه بس. عايز اقول لكم شكلها حلو، ومن ورا كمان في طبعه كمان من ورا شكلها حلو قوي قوي. ادينا وشها ثاني يا استاذ ايمن. دي بدل 360 هتبقى ب 200 جنيه، مقاسات لحد 4 اكس. تسلم ايدك. والوان متاحه برضو. كل الوان من الموديل ده. في برضو الموديل ده حاجه هاديه كده، شغل على الصدر بس. ايه الجمال ده؟ دي شغل هادي قوي. دي برضه هتبقى ب 200 جنيه. انا عايز اقول لكم شكلها تحفه، حلو قوي. تسلم ايدك. الوانها كلها متاحه. وكل ده يا جماعه الجبردين ده كله تركي، كل الخامات دي تركي مش مصري. في رسمه ثانيه. دي تمام. دي سوسته للاخر، الثانيه مقفوله. دي واخده سبعه من فوق، الثانيه على طول لا لحد الياقه، مختلفه برضه. دي معاها شداد، دي ما فيش، يعني الموديلين مختلفين خالص. تمام. ده قطعتين سلوبيتا كتان، والقطعه اللي تحت عامله زي السي واي بس مش سي واي يا جماعه. حلو قوي. ده برده 200 جنيه. ده قطعتين السلوبيتا دي 200 جنيه تركي. تمام. الوان ومقاسات. حلو قوي قوي، عاجبني انا الخامه دي قوي، وهسالكم عليها ولو عرفت برده اقول لكم في التعليقات الخامه اسمها ايه اللي زي السي واي بس مش سي واي. تمام. بصوا دي هتبقى برده اللون ده تحفه. دي هتبقى 200 جنيه بدل 360 كل ده. وفي اللون ده. تسلم ايدك. مقاسات لحد 4 اكس. تمام. 52. لحد 52 يا جماعه. 52 ما يعادل 3 او 4 اكس. ايه الجمال ده؟
انا عايزه اقول لكم تمشي استقبال تمشي خروج تمشي حاجه كتير قوي قوي. 200 جنيه برضه دي برضه 200 جنيه دي كتان حبايبي دي كتان مقاساتها برضه لحد قولوا 3 اكس عشان بس ايه يبقى مرتاح. ده 48 ده المقاس ده تمام في كذا رسمه منها دي 200 برضه بدل 360. تسلم ايدك حلو قوي. نكمل موديلات برضو اللي نازل عليها خصم ال 200 جنيه بدل 360. دي كانت ب 370 جنيه بقت ب 200 جنيه. دي كانت ب 370 بقت بكام؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه حلو قوي قوي قوي. مقاسات برضو انا عايز اقول لكم الخامات تحفه تحفه حلو قوي قوي. يعني العبايات هنا عليها خصم 160 جنيه و 170 جنيه. خصم 170 جنيه على العبايه دي. حلو قوي تمام تسلم ايدك. 370 بقت ب 200 جنيه. ب 200 جنيه يعني فيها خصم 170 جنيه على العبايه. حلو قوي نفس السعر؟ اه 200 جنيه. دي 200 بدل 370؟ ان شاء الله. يعني العبايه دي مقاساتها لحد 4 اكس وهتاخدوا عليها خصم 170 جنيه خصم على العبايه دي تمام. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ انا عايزه اقول لكم هتاخدوا خصم 8 عبايه ثانيه. تمام. يعني ايه كملوا 30 جنيه وتاخدوا عبايتين بثمن العبايه. حلو قوي تسلم ايه ده؟ نفس السعر. الرسمه دي تحفه تحفه. حلو قوي دي اللي هي العنكبوت دي حلوه جدا جدا دي. والخامات حلوه قوي قوي. يعني انا مش هكلمكم على الخامات هنا الخامات دي كلها تركي يا جماعه مش مصري. حلوه جدا ب 200 جنيه بدل 360 حاجه زي كده برضو. حلو قوي برضو 200 جنيه هياخدوا بالاسعار دي يا استاذ ايمن لما يجوا محدش هيغير اسعار تمام. حلو قوي السعر ثابت يا جماعه. كل دي تصفيات اللوكس لوكس التركي تصفيات تركي يا جماعه. حلو قوي تسلم ايدك. دي 200 جنيه برضو. في الموديل ده برضو حلو قوي ده حاسه واسع ومرتاح قوي. مقاساته كبيره ده. مقاساته كبيره صح؟ لبس لحد 5 اكس. يعني في هنا عبايات لحد كام اكس في الحاجات دي؟ يعني 4 اكس 5 اكس. يعني في الحاجات دي عبايات لحد 5 اكس. تمام حلو قوي تلبس لحد 110 كيلو. حلوه جدا جدا تسلم ايدك. تسلم ايدك تمام. في موديلات معانا تاني؟ ان شاء الله. تمام. حاجه زي كده برضو عامله 200 جنيه. دي برضو هتبقى ب 200 جنيه بدل 360 برضو. اه. بدل 360. وشداد يا جماعه حلوه قوي قوي. والوان متاحه كل الوان متاحه كل الوان تمام اربع الوان وطبعه ورا كمان شكلها تحفه. تسلم ايدك حلوه جدا دي برضو. في الموديل ده ختامه مسك بقى هننهي بيه. ايه الشياكه دي؟ ايه الجمال ده؟ حاجه رقيقه كده حلوه قوي قوي قوي. يعني من احسن الخامات اللي مسكتها في الجبردين بجد. خامات تحفه حلوه جدا. تسلم ايدك تعبتك معايا. احنا النهارده كنا عند مول مملكه لوكس العبايات كسر اسعار العبايات التركي. تلبيس موجود لحد 110 كيلو. نزل في العبايات 170 و160 جنيه في كل عبايه. يعني هتاخدي عبايتين بثمن عبايه في المكان هنا. كل عبايه شفناها كانت ب 200 جنيه النهارده عرض ال 200. تعبتك معايا وشكرا جدا. العنوان هينزل لكم متصور حالا واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان واللي عايز يوصل مول مملكة يوصله ازاي. احنا واقفين دلوقتي في شارع الجيش واللي بعمل عليه زوم ده كوبري الازهر. هننزل محطة مترو العتبة وندخل شارع الجيش وهنمشي لحد محمد حسين بتاع اليميش. هندخل الدخلة اللي جنبه دي على طول اسمها دخلة الشوازلية. دي كمان لكل اللي حابب يروح مول القدس او محلات كتير صورنا فيها هوريها لكم معانا برضو واحنا ماشيين. على اول الشارع هتلاقوا سنتر الرحمه او البوابه دي بعدها على طول زكريا عبد الموجود. وهنفضل مكملين الشارع ده هيقابلنا فيه محلات سوري كتير داخلي ولانجري ومحلات مفروشات حاجات كتير جدا جدا هنشوفها معانا. وهديكم بعض علامات كمان هنفضل مكملين كده. وهيقابلنا كمان على الشمال محل قمر للكاجوال اسعاره حلوه جدا وعملنا منه جوله حلوه قوي. هنوصل لحد العماره اللي في الوش دي وهندخل من الممر اليمين اللي جنبها. هيكون على اوله كمان محل كاجوال بتاع كل يوم جديد اللي هو ده. هنكمل بعد الممر كده ونفضل مكملين. الممر ده برضو فيه مكتب الحاج صلاح درغام ومكاتب تانية كتير جدا. هنفضل مكملين كده وهيقابلنا على شمالنا كمان بعد الممر اسيا كيدز عملنا منه جولة حلوة برضو. هنكمل هنلاقي القدس مول. هنكمل بعد مول القدس كمان دي البوابة التانية بتاعته حبيت اوريها لكم. هنكمل بعد مول القدس كمان زي ما انتم شايفين وهنمشي على طول مش هناخد ليمين ولا شمال. زي ما انتم شايفين هيقابلنا محلات كتير جدا في الطريق. بصوا حبايبي هنفضل ماشيين كده معاكم لحد قبل مسجد الشوازليه. كده كنا قربنا خلاص من مول القدس. هو قدامه على طول كمان على الشمال محل اسمه نسر الشرق برضو دي علامه مميزه. كده كنا وصلنا خلاص لمول مملكه ودي اليافطه بتاعتهم. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.